عندي كلوب في الجامعه بتاعي، انا كنت الفاوندر والبريزيدنت بتاع كلوب اسمه ايفنتيترز، تيم ممبر في تيم الاو اس دي، بنهتم بتطوير الطلاب. سافرت منتدى شباب العالم ومثلت الجامعه هناك. انا مدرب الدراساج، دي رياضه من الرياضات الفروسيه، نقدر نقول واحد من احسن 3 مدربين دراساج في مصر دلوقتي. واكبر حد كان بيسبورت الموضوع ده كان والدي، ان هو المدرب بتاعي. معايا 14 بطوله جمهوريه في الترويض، والحمد لله السيزون ده انا كوتش ومعايا 7 مراكز في الجمهوريه لغايه دلوقتي. اوفق بين اني طبيب اسنان، ودي مش حاجه سهله خالص يعني، دي شغلانه متعبه عامه، تيجي في اوقات ما بننامش حرفيا. يعني عندي بطوله جمهوريه نيكست ويك اند، وعندي فاينل نيكست ويك اند، وانت فوق الحصان والحصان بيسمع كلامك، كانك بتربي بيبي صغنن وانت بتشوفه هو بيكبر بقى، فانت تكون سو براود قوي بحصانك. تاني حاجه لما تحصل انجاز، يعني تاخد بطوله جمهوريه، رايدر من الرايدرز اللي بتمرنهم يرجع لك يقول لك يا كوتش انا النهارده بقيت بطل الجمهوريه، فانت ايه ده، ايه الحلاوه دي. واخر حاجه بقى الجامعه، لما الجامعه بتحس بالافورت اللي احنا بنعمله فتقرر تريبريزنت او تدوكيومنت الافورت دي. لينا ميموريز كتير قوي مع بعض، يعني انا بقالي 5 سنين مع صحابي، هم في نفس الاوضه، ناكل مع بعض، نشرب مع بعض، نخرج مع بعض، همس دكاتره. هتوصل في سنه ثالثه رابعه كده الدكتور مش هيبقى التيتشر بتاع الفصل، هو هيبقى بابا وهيبقى ماما. انا خارج من ثانويه عامه ما اعرفش حاجه، بابا جابني على باب الجامعه ومشي، اللي هو انتوا بتقولوا انا مين، فين انا، هنا بعمل ايه. فاول مره تمسك مايك دي اللي هو كلام بيتقال بسرعه بقى، وانت بتقرا جورنال مفيش اي طريقه في الالقاء. نزلت بقى انا قلت انا عكيت الدنيا وهيقولوا لي ما تجيش عندنا تاني. انا لقيت العكس، لقيت دعم رهيب والناس كلها بتسقف، وانا على شكلي عملت حاجه حلوه وانا مش عارف يعني. الجامعه اتغيرت، اكاديميك ستاف طريقه تعاملهم اختلفت لما الاتموسفير بقى احسن، كل حاجه بقت سمارت. هنتجمع، لازم هنتجمع، عشنا مع بعض 5 سنين ما اعتقدش ان احنا نعرف نعيش من غير بعض اصلا. فاكرين كل لحظه عشناها، ودايما هنكون معاك. جامعه سينا معاك في تفاصيلك.